السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معي في فيديو جديد على القناة. كيف ما كتشوفوا معي اليوم جبت لكم تشكيلة متنوعة من ملابس للمحجبات، فكنت منينا الإعجاب لكم هذا الفيديو هذا. مرحبا بكم معي البنات كاملين، مرحبا بالبنات اللي كانوا معنا من قبل، وكذلك مرحبا بالبنات اللي انضموا معنا جدادات. فما تنسوش أنكم تخليوا لي لايك باش كتحفزوني هيدا دائما نبقى ننزل لكم الجديد. فكيف ما كتشوفوا البنات كاين الجديد اليوم فيما يخص الملابس الخريفيه وكذلك ملابس لفصل الشتاء. فكيف ما كتشوفوا هنا كاين هاد النوعيه ديال المعاطف الشتويه اللي كيجيو هيدا بالكمام، كيجيو طوالين، يمكن لكم انكم تنسقوهم مع لونسومبل بحال هاد الموديل هذا. وكاين هاد النوعيه ديال الفساتين اللي كيجيو بفصاله ديالهم فصاله عصريه، تصميم جديد كيف ما كتشوفوا هنايا اللون الاسود. كاين كذلك هذا الموديل ديال المعطف الشتوي اللي كيجي هيدا بالحزام وصطيفات مضوبلين، كيجي راقي في اللبسه. كاين كذلك لونسومبل اللي كيجي هيدا هذا غري نوار كيف ما كيبان لكم، فوقاني كيجي هيدا بالفتيحات على الجناب وكيجي واسع فيهم جوج لوينات. كاين هاد البيج مفتوح كيف ما كتشوفوا معايا، وكاين كذلك فيهم هاد اللون هذا اللي كتلاحظوا معايا البنات في الفيديو. بالنسبه للسريولات كيجيو واسعين فضفاضين، كيجيو مستورين، والفوقاني بالنسبه للكميمات كيجيو كتاف طايحين والكميمات مجموعين. كاين كذلك هاد لونسومبل اللي كيجي سبور للمحجبات وكذلك لغير المحجبات، فكل وحده على حسب الاختيارات ديالها. كاين كذلك هاد الموديل هذا هو ملابس سبور، الصابر كيجي كيف ما كيبان لكم الفصاله ديالو عاديه، والفوقاني كيجي بجياب وكيجي طويل. بالنسبه لهاد النوعيه ديال المعاطف الشتويه في اللون الازرق كيجي مختلف الصراحه بالنسبه للوينات، كيعطيو جماليه اكثر للبسه. بالنسبه لهاد الموديل هذا الفوقاني كيف ما كتلاحظوا معايا في الزيتي، والسروال كيجي هيدا في اللون الابيض. وكاين هذا الموديل الراقي بالنسبه للفستان اللي كيجي هيدا واسع وكيجي مستور، بالنسبه للكميمات كيجيو مجموعين والفستان كيجي هيدا مجموع من التحت. بالنسبه لهذا الموديل هذا لونسومبل كذلك للمحجبات التنوره، والفوقاني ديالها بالفصاله جديده كيف ما كتشوفوا معايا نفس اللون نسقت معاه هنايا الفولار. كاين كذلك هذا الموديل هذا التنوره والفوقاني ديالها كيجيو جوج لوينات، واحده تجيها في اللون الاسود واحده تجيها فيها الابيض والاسود. وكاين هذا الموديل هذا حتى هو موديل جديد نسقته هنا مع السروال ديال الجين في الازرق، والفوقاني حتى هو الازرق مفتوح. كاين لونسومبل كذلك، كاين موديلات عديده، تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تكتشفوا هذه الموديلات اللي جبت لكم اليوم. من بين هاد الموديلات كاين هاد الموديل في اللون الاخضر ملكي اللي كيجي هيدا حتى هو تصميم عصري تصميم جديد. كاين كذلك فساتين للمناسبات كيف ما كتلاحظوا تصميم راقي البنات كيف ما كتشوفوا على الكتاف في اللون الاسود. وكاين هاد الموديل بالنسبه للفساتين بالنسبه للتصميم ديالو الكمام كيف ما كتشوفوا البنات تصميم جديد حتى هو. وكاين هاد العبايه هذه اللي كتجي حتى هي للمناسبات في اللون الاسود، كتجي دوبياس والفوقاني كيجي منبت كامل على الصدر وعلى الكتفات حتى للنص. كاين كذلك هاد الفستان هذا حتى هو تصميم جديد في ثلاثه ديال اللوينات فيهم الاسود وهاد البيج والاورانج، كيجي بالحزام. كاين هاد لونسومبل في الازرق ملكي حتى هو كيف ما كتلاحظوا تصميم جديد، كيجي مطروز على الطول ديال الكم. كاين هاد الازرق ملكي بالنسبه للفستان للمناسبات كيجي منبت على الطول ديال الكم، كيجي بالحزام فيهم الازرق فيهم هاد الاسود كذلك، الاسود دائما كيجي راقي في اللبسه كيجي كلاس. كاين هاد النوعيه ديال المعاطف الشتويه اللون الاسود مع كريم مفتوح، كيجي بالسريتال لتحت كيف ما كتشوفوا نسقته هنا مع السروال كيجي واسع
وكاين هذا الموديل في اللون الاسود. كاين كذلك هذا لونسومبل فوقاني ديالهم كيجي في اللون الاسود، كيجي على شكل معطف شتوي، هيدا قصير وبلا كمام، كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوه البنات، فيهم الوينات. وكاين هذا الموديل هذا حتى هو للمناسبات، كيجي منبت على الجياب وعلى الكمام، فيهم اللون الاسود، سهو كيجي منبت. بالنسبه للمعاطف الشتويه كاين هذا الموديل هذا حتى هو موديل جديد، فيهم هذا الكراميل اللي كيجي راقي في اللبسه البنات، كيجي صراحه طوب بالنسبه لهاد الالوان هادو اللي هما اللوينات شتويين. كاين الاسود دائما يعني متواجد في جميع الفصول، انما في اللون الاسود كيتواجد بزاف في فصل الشتاء، كما كتعرفوا فصل الشتاء يعني كيتمشى معاه بزاف الوينات اللي كيكونوا مغلوقين. كاين هاد البيج، كاين هاد الكريم مفتوح، هادو اللي كيجيو هيدا بالحزام كيجيو مزيونين في اللبسه كيف ما كتلاحظوا. حتى هاد الموديل فيه اللون الاسود مع السروال هيدا كيجي طويل وواسع ومستور. كاين هاد المعطف هذا كذلك حتى هو بالنسبه للفصاله ديالو على الستر كتجي على هاد الشكل هذا، فيهم ديك البيج مفتوح وفيهم حتى اللون الاسود. بالنسبه للزونسومبل كاين هاد لونسومبل هذا البنات كيف ما كتشوفوا كيجي سبور، كيجي طويل وانيق، بالنسبه للكميمات كيجيو مجموعين، فيهم هاد بلونكاسي، فيهم هاد الماغو مغلق، كيجي مفتوحين على الجناب كيف ما كتشوفوا هنايا، وفيهم حتى هاد الزيتي. ومن بين المعاطف الشتويه اللي اخترت لكم اليوم جبت لكم هاد التصميم هذا اللي كيجي راقي البنات، كيجي بالطبيلات على الظهر كيف ما كتشوفوا، وكيجي بالزضيفات حتى لتحت بالنسبه للقدام. كاين كذلك هاد النوعيه ديال المعاطف الشتويه القصيره اللي كيجيو هيدا بالحزام، فيهم هاد الماغو مغلق، فيهم هاد الزيتي نسقته هنا مع السروال في اللون الاسود، كيجي حتى هو بالحزام في الاسود. وكاين هاد الفوقاني حتى هو فيه الابيض والاسود، بالنسبه للسريولات كيجيو هيدا واسعين نسقته هنا مع السروال في اللون الابيض. ومن ضمن هاد لي زونسومبل اللي اخترت لكم اليوم كاين هذا اللي كيجي هيدا فوقاني كيجي بجوج لوينات، وتحتاني بالنسبه للسروال كيجي في لون واحد، وكيجي السروال واسع فوقاني كيجي واسع وطويل ومستور كيف ما كتلاحظوا معايا، فيهم هاد ثلاثه ديال اللوينات. كاين كذلك هاد النوعيه ديال فساتين شتويه الفوقاني ديالهم كيجيو في اللوينات مختلفين، بالنسبه للون البيج كيتواتى مع جميع الالوان بالنسبه للتناسق ديالهم. بالنسبه كذلك لهذا الموديل اللي كتشوفوا هنايا هذا لونسومبل ديال الجين، كاين هذا الفستان ولا هذه العبايه هذه مع الفستان كتجي منبته كامله للمناسبات، فكنحاول انني نبقى نوع عليكم في الفيديو باش تكتشفوا يعني اخر صيحات الموضه، لا بالنسبه لي زونسومبل ولا بالنسبه لهاد النوعيه ديال ملابس المناسبات ولا ملابس سبور، كل وحده على حسب الاختيارات ديالها، كل وحده على حسب الذوق ديالها. فكنحاول انني نوع لكم باش كل وحده يعني دخلت القناه تلقى ستايل ديالها، تلقى الموديل اللي بغات، وكذلك باش ما يبقاش يعني كلشي فيديو ممل يكون فيه تصميم واحد يعني في فيديو كامل. فكيف ما كتلاحظوا معايا كذلك كاين هاد لونسومبل اللي كيجيو هيدا بالالوان، فيهم الازرق، فيهم ماغو مغلق كيف ما كتشوفوا، وفيهم كذلك حتى اللون الاسود. بالنسبه للبنات اللي وصلوا حتى لهاد الفيديو هذا ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الكل، اختاروا الاختيار الاول اللي هو جرس الكل باش توصلوا بكل فيديو كنزلوا في القناه. فكيف ما قلت لكم سابقا يعني انا كنحاول ننزل لكم يوميا، فعلوا جرس باش توصلوا باشعارات ديال القناه. فكيف ما كتشوفوا هنايا حبيباتي كاين هذا الموديل هذا
حتى هو لونسومبل اللي كيجي بالالوان. شفنا اللوينات البيج، شفنا الاسود. بالنسبه للموديلات ديال المناسبات كذلك كاين هذا الموديل الراقي اللي كيجي الصراحه طوب في اللبسه. فكاين هاد الموديلات هادو كذلك. بالنسبه للمحجبات هاد النوعيه ديال المعاطف اللي كيجيو لفصل الخريف مع لونسومبل في اللون الاسود، التصميم ديالو كيف ما كتلاحظوا معايا. كاين هاد الموديل حتى هو المناسبات كيجي كامل منبت. وبالنسبه لهاد الموديلات هادو تشكيله من ملابس خريفيه وكذلك ملابس فصل الخريف وفصل الشتاء لسنة 2024. كيف ما كتشاهدوا معايا موديلات متنوعة، تصاميم جديدة. كاين معاطف شتوية، كاين الفساتين، يعني كيجيو لونسومبل الفستان الفوقاني ديالهم. وكاين كذلك جديد التصاميم بالنسبة للمعاطف الشتوية، فساتين كيف ما كتلاحظوا معايا الفصل الشتاء فساتين شتويه. وكاين معاطف اللي كيجيو قصارين ممكن لكم تنسقوهم مع التنوره. كاين موديلات عديده، موديلات متنوعه كيف ما كتشاهدوا معايا البنات في الفيديو. كاين هاد النوعيه ديال المعاطف الصراحه الابيض كيجي مزيون في اللبسه. بالنسبه للمعاطف الشتويه يمكن لكم تنسقوه مع اي حاجه بغيتو، سواء كان لونسومبل او الفستان كيجي هيدا قصير او طويل. يمكن لكم كذلك انكم تنسقوه مع الصراو اللي كيجيو واسعين. فالمعاطف الشتويه كيتواتاو يعني مع جميع الموديلات. كاين كذلك كيف ما كتشاهدوا معايا موديلات سبور. كاين هذا الموف للمحجبات كيف ما كتلاحظوا كيجي طويل ومستور. كاينين البنات اللي كيبغيو هاد ستايل هذا، فحاولت انني نجيب لكم موديلات اللي جدادين، موديلات اللي طوندونس. كاين الابيض، كاين هاد كرونا مع السروال في الاسود والفوقاني في الابيض، كيجي هيدا منبت على واحد الجهه وكيجيو الصراحه هادو مريحين في اللبسه، شي حاجه سبور. كاين هذا الكراميل كذلك مع تحتاني كيجي في اللون الابيض. هادو كيجيو 3 بياس كيف ما كتشوفوا البنات هنايا، الكميمات كيجيو مجموعين وفيهم حتى هذا الموديل هذا اللي كيجي مجموع من التحت كيف ما كتشاهدوا معايا، كيجيو بسرين وكيجيو مجموعين. السروال في اللون الاسود كذلك. كاين هذا الموديل هذا حتى هو موديل عصري، نفس اللون ديال السروال مع الفوقاني وكيجيو مجموعين كيف ما كتشاهدوا معايا. وكاين هاد التصاميم هادو كيف ما كتشوفوا، تصاميم كاجوال البنات كذلك اللي بغاو هاد النوعيه ديال التصاميم في القناه. فغنحاول انني نبقى ننزل لكم كذلك موديلات اللي هما كاجوال، تنسيقات عديده بالنسبه للبنات اللي كيبغيو هاد النوعيه ديال ستايلات. وكاين هاد الموديل هذا حتى هو موديل سبور، بالنسبه للسروال كيجي مجموع من التحت كيف ما كتلاحظوا معايا، والفوقاني كيجي هيدا في لون مفتوح. كاين الاسود حتى هو كيف ما كتشاهدوا كيجيو 3 بياس. كاين هاد الموديل اللي كيجي طويل للمحجبات اللي كيبغيو هيدا شي حاجه تكون طويله ومستوره. وكاين هذا اللي كيجي طويل كيف ما كتشوفوا. وبهذا الموديل هذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.